اعتبر السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر أن زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى واشنطن أعطت زخما كبيرا للعلاقة بين البلدين، وفيما أكد أن بلاده مستعدة للتعاون مع العراق بخصوص الإصلاح الاقتصادي، كاشفا عن لقاءات عراقية أمريكية مرتقبة تتناول ملفي التجارة والاستثمار. وقال السفير الأمريكي أن بلاده لا تريد بقاء عسكريا دائما أو قواعد دائمة في العراق، مشيرا إلى أن أمريكا ستقرر بقاء قوتها أو خروجها في ضوء استعداد القوات العراقية.